يسأل يقول هل يجوز الهجرة لطلب العمل؟ يبدو أنه هو فد من البلاد وبيطلع. والله هذه مسألة إذا كان هي في آحاد الناس شيخ عبد الله، في آحاد الناس صارت له ظروف ضاقت به لنا، صارت له أمور أمنية لا أدري، معاش الجاي ما يخدم بكله، والبلاد بيمشي لها بلاد يعني ما يخافش فيها على دينا، وأن يفسد وأن يشرب وأن يعني يزنى ويخاف، في آحاد الناس فلا بأس، آحاد يعني تقع من بعض الليبيين اسمها آحاد الناس. أما أن تكون ظاهرة كل من عجباش الوضع يفر إلى الخارج فهذا لا يجوز. فالمسألة إذا كانت في آحاد الناس بالشروط اللي ذكرناها ماشي الحال، أما أن يكون كل حد الآن طير لا يمشي ويسيب البلاد، فالآن قد يكون تعينت على الناس حماية البلاد ودفع الظلم ودفع الصائل وخاصة تكثير سواد أهل الحق. الحق من الحق يا شيخ عبد الله ما هوش كلمة تلاك على الألسنة، بعض الناس هو يقعمزك مكان ويقولك والله كذا ويتكلم على الشخص هذا ويتكلم عليه، يعني الحق ما هوش كلمة تلوك، الحق بين بين، انظر قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. اجلسوا واحد والله اثنين وتفكروا ومع من الحق ومن اللي تنصر فيه أمريكا واليهود ومن اللي جايين ضده.